الفقراء شلون هم في المنطقة عمي؟ والله هي مصبوحون بالحديث السيد ايه؟ والمختار وما خلوا شيء ما حشوه. فقراء شلون هم؟ ما عندنا حمار يعني من الحكومة هاي الجديدة من 2019 وجاي كلها فقيرة. عندنا حمار مو طبيعي يعني يا حكومة المتعاقبة إلى حد هسه ياهو كاظمي ماكو تنفيذ يعني ما خلينا جهة ما دقينا بابا. زين. لا تنفيذية لا تشريعية في المحافظة مجلس الوزراء ما خلينا أي مكان. نوابكم وينهم نوابكم؟ ها؟ نوابنا. يجينا وقت النواب سوينا ماكو زور ومرض والهاي خواشي بس انتخب حتى التليفون بعد ماكو سد بعد ما لقى وعلى هالوضع هذا حكي حشان مختار وحكي سيدر ما خلو شيء يعني ما حكوا شيء يعاقب عليه الناس شنو حلمها بهاي المنطقة؟ حلم حلمها شنو؟ حلمها هي تريد خدمة شد الناس تريد خدمة تريد تبليغ إدامة للكهرباء واقع حالية أخويا شو تريد يعني هسه احنا نريد الشيء البسيط اللي تقدر له اي مسؤول يجينا يزورنا انا كمختار وخادم للمنطقه انطيل النقص حشاك من النقص اللي عندنا مثلا الاسلاك الكهربائيه ضعفت محولات اللي يقدر له احنا مصروفه له 420 مليون مربع هذا ما ليش مصروف هذا بلطته على حسابي هذا التبليط على حسابي انا شفت هذا التبليط يعني هذا مو من الدوله لا مو من عندنا من حسابنا الخاص كل بيت 550 550 للرجل المتطوّل المتفضل للبيت الواحد للبيت الواحد مو دفعات لكون المنطقة تعبانة فالدولة لا ساهمتنا بأي شيء يعني بأي شيء حياك الله حياك الله